السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم سامح. في هذا الفيديو حنسوي كيفية تصميم خاتم باستخدام برنامج راينو. فأول شيء نفتح نظام مليمتر، نرسم نظام مليمتر. طبعا نختار الفرونت فيو، ندير على دبل كليك، ثم نرسم دائرة، تضغط على ستاندرد هنا، تمشي للدائرة، ديرها من نقطة الصفر بداية صفر، تضغط انتر، تحدد القطر بتاعها 17 مليمتر. بعد ذلك بعد ما حددت الدائرة تطلع من الفرونت، تمشي للرايت، هنا تاخذ دائرة جديدة، فعل خاصية الاند والنير بشي من الاو سناب، او سناب فعل الاند والنير، فتحدد بكيفية هذه، ترسم دائرة تكونش كبيرة هلبة كويس. بعد ذلك نبو نديرو هنا صندوق شبه دائري، فنكتبو في الأمر الكوماند نكتبو ريكتانجل في سنتر راوندد، نمشي هنا ونرسم مستطيل، تضغط على الشيفت باش يولي شكل مربع، تضغط على الشيفت تقعد تضغط عليها، تحدد كبرى وليكن هيكي، تقرب الرسمة من بشي دائرة من بشي مستطيل، فنبي يكون مدبب شوي بالكيفية هذه كويس كويس. بعد ذلك تطلع من الرايت بلين، تمشي للبرسبكتيف فيو، تمشي تقرب الرسمة بتاعك، هنا تكتب امر سويب، سويب واحد، سويب ون. طبعا تحدد الدائرة الخارجية، الدائرة المجرى اول حاجة تحددها، بعدين تحدد هذه وهذه وتضغط انتر، تضغط انتر هيك يديرولك في نص المسافة. احنا نبوه في كلوزد المساحة كلها، فنشوفه شكله كيف يكون. هذا بالنسبة لشيني لكيفية تصميم خاتم تقليدي، يعني بسيط جدا، لكن احنا ندير شوية تفاصيل تانية غير هذا. فخلينا نرجع ونرجع لشيني، نمشي للرايت، هنا نبي نحول الدائرة هذه الى نقاط، فنضغط على F10 او تمشي للإديت وتضغط على كنترول بوينت، تمشي تكتب دير F10، تحدد الدائرة، تضغط انتر. طبعا هنا تقدر تلعب في الدائرة شوية، تحدد انت الحاجات تبيها، فعندك حاجات محدودة بتديرهم. فخلي نرجع وندير نقاط اكتر، نديروا نقاط اكتر. كيف ما قلت لكم فيش نقاط اكتر، فاش نديروا، فطبعا لابد ما احنا نحو منها النقاط هما. فاول شيء نمشوا الاديت، نحو النقاط، نديروا كنترول بوينت اوف او F11، فنكتب تو ريبيلد، تختار الدائرة، تضغط انتر. هنا نبي نديروا نقاط هلبة، بدل 10 بنديروهم 64 على سبيل المثال، ونضغط موافق. تو نضغط F10 او نمشي هنا، ندير كنترول، نمشي نضغط F10 للدائرة ونضغط انتر. تو هنا بنشكل رسم معين، فخلي ندير كل بعد 2 ندير نسيب مسافتين، كل بعد 2 نسيب مسافتين، اول دائرتين، ثاني دائرتين، خلي نحي الجنب اللي انا مضيقتني، كل بعد دائرتين نمشي ندير زوز، نحدد بالشفت طبعا، بعناية ديرهم بدل ما تلخبط، عاود عادي مش مشكلة، الواحد كلنا نغلطه. تقعد ضغط على الشيفت، او قريب درت غلط، تحدد زوز، كل مرة تحدد زوز، تحدد زوز، تحدد زوز. اذا انا صحيح، كل بعد 2 تمشي 2، فهذه هي. توا فعل الجمبل، اضغط على الشيفت وخلي نديرو بالكيفيه هذه، ونمشو ونسكرو الكنترول اوف بوينت، خلوه بالكيفيه هذه ونشوفو كيف يطلع لنا. فنمشي للبرسبكتيف فيو، نكتب سويب واحد، نحدد اول شيء المجرى، بعدين نحدد هذه وهذه، نضغط انتر، انتر، كلوز سويب، نضغط موافق.
إذن حيكون بالكيفية هذه. خلينا نشبهه ب ب بال retraced. هذه هي تصميم الخاتم متاعنا، بإمكانك تعدله حسب ما تبيه أنت، كيف ما تبيه بالضبط. فأنت تصمم الخاتم كيف ما يعجبك وكيف ما يحلو لك. فهذه توا الصورة قاعدة يقرأ فيها البرنامج، وصل 4، ممكن تفوت حتى 200 ويقعد يقرأ، أهم شيء بها أكثر وضوح. فخلي هيك واضحة طبعا. خلينا نرجع للشيدد، نعدل تعديلة أخيرة كيف ما قلت لكم. خلي أول شيء نطلع عندي كنترول زد، كنترول زد، نرجع من برسبكتيف، نمشي للرايت هنا، خلي ندير، خلي ناخد دروف زد، نمشي بالكيفية هذه، نزيدو نخلو هكي كويس، نمشي هنا وندير اوف او تضغط اف 11، نختصر اف 11. انا ما قدرتش نضغط على اف 10 لانها مربوطه ببرنامج اللي يصور، فكان ضغطت اف 10 حيسكر البرنامج اللي يصور. فهذا علاش نمشي هنا ندير ايديت، ونمشي ندير ندير هذه وندير في هذه كويس. بعد ما درت هذه نسكر رايت، نمشي برسبكتيف، نمشي نضغط، نكتب سويب 1، نختار المجرى ثم نختار هذه، نختار هذه ونضغط انتر، نضغط انتر، ديرها كلوزد بيسكر لك الشكل، تضغط موافق. طبعا تأكد من حاجة، خليني كنترول زد، تأكد لما دير سويب تختار المجرى، بعدين تختار هذا الزوز وتضغط انتر، بعدين انتر مرة ثانية، تأكد ان هذه خلي نديروها 64، هي 5 ديرها 64 ودير موافق، حتعطيك اكثر جمال بالكيفية. هذا هو الخاتم بتاعنا. خلي ناخذ له، نمشي نشوفه التريسد، وهذا هو الخاتم بكل إجمالية متاعه، بكل بساطة صممنا هذا الخاتم باستخدام برنامج الراينو. نتمنى تكونوا قد استفدتوا معي في هذا الدرس، على ملقاء بكم في درس قادم بعون الله تعالى. شكرا جزيلا على حسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله.